السيدات والسادة، شعب مصر العظيم، يواجه العالم ومعه مصر أزمات متلاحقة على الصعيد الاقتصادي، كان مبتداها الآثار التي خلفها انتشار جائحة كورونا، ولم يلبث العالم أن يتعافى منها إلا وقد اندلع الصراع الروسي الأوكراني، والذي شارف على قرابة العام منذ اندلاعه، وقد انعكست آثار هذه الأزمات على الاقتصاد العالمي بآثار لم تكن مصر منها ببعيد، إلا أننا بفضل الله وبقدرات المصريين قد واجهنا هذه الأزمات بخطى واثقة وقدرات راسخة، وقد تجاوزنا الآثار الواقعة على المواطنين بحزمة من إجراءات حماية اجتماعية تشابكت فيها جهود الدولة والمجتمع في نموذج مصري فريد. وبالتوازي مع تلك الإجراءات تنفذ خطة إجراءات اقتصادية على مستوى الدولة قائمة على توطين الصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية وجذب الاستثمارات المباشرة. واسمحوا لي هنا، يمكن اللي احنا أحد فعاليات اللقاء النهاردة كان مجموعة من أو نموذج من النماذج اللي احنا بنتكلم عليها بتاعت برنامج ابدأ، واللي الهدف منه إن احنا نقلل حجم الاستيراد من خلال إنشاء صناعات لهذه المنتجات في مصر. قبل ما نقول إن احنا نصدر منها، احنا بنتكلم على إن احنا نبقى يعني عندنا كفاية للسوق المصري، وإن كان في فرصة للتصدير هيبقى طبعا ده أمر مهم ورائع يعني.